في تحول جديد في الموقف الأمريكي إزاء تصعيد إسرائيل في قطاع غزة، أعدت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار من المفترض تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي قريباً للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي يعمق الخلاف بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بشأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية. لجوء واشنطن هذه المرة إلى مجلس الأمن للحصول على تصويت لإنهاء القصف الإسرائيلي المستعر منذ أكثر من 5 أشهر، يعد بمثابة صفعة أمريكية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة وأن واشنطن استغلت حق الفيتو منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ضد 3 مشروعات قرارات لمجلس الأمن لعرقلة أي محاولات تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتقر بتهدئة في القطاع المحاصر. رد فعل المسؤولين الإسرائيليين بشأن المشروع الأمريكي المرتقب اتسم بالصدمة والغضب، اعتراضاً على مضمون القرار الذي تطرق إلى خطورة الهجوم المحتمل على رفح الفلسطينية وضرورة وقف القصف. تغير خطاب واشنطن تجاه حليفتها تل أبيب جاء بعد تكرار النداءات الأمريكية بأهمية التوصل لحل ومنع اتساع التصعيد خارج حدود غزة، وفي المقابل كان العناد والتحدي لغة نتنياهو للرد. فهل قرار مجلس الأمن المنتظر يزيد الفجوة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الحرب على غزة؟